السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم هذه الفيديو باش نحكيو على ما يسمى حركة النهضة وشيخها الكبير شيخ الكاذبين. طبعا احنا نعرفوا ان حركة النهضة عندما انطلقت في البداية مع ما يسمى مدرسة أو حركة الدفاع على القرآن الكريم مع حميد النيفر مع عبد الفتاح مورو وصالح كركر، كانت لا تتدخل في السياسة أصلا، رغم أن شيخ الكاذبين وقت جاء من سوريا بعد لا تم طرده من مصر نتيجة الخلافات التي وقعت بين مصر وتونس حول مسألة العروبة، كان متشبع بالفكر الإخواني. رغم ذلك عندما جاء وكون المجموعة متاعه مع حميد النيفر اللي هو زيتوني ومع عبد الفتاح مورو لم يظهر توجهه السياسي، حتى الخطابات متاعه الأولى كانت لا تتكلم عن السياسة. إذن هذه أول كذبة قام بها راشد الغنوشي. طبعا احنا ماناش باش نحدوا كل الأكاذيب اللي قام بها لأنها لا تعد، وهو معروف معناتها في الأوساط حتى النهضة بيدها معناتها إنه الشيخ الكذاب واللي يقلب الفيستا في أي لحظة. طبعا مع تطور الأحداث واللي يوقع توا في تونس، مع الأسف أغلبية الشباب ما يعرفوش تاريخ هذه الحركة. خلينا نركز على الخيانات العظمى التي قام بها راشد الغنوشي خلال مسيرته. نبدأ كما قلنا بأنه ادعى أنه يدافع على القرآن الكريم وقيم العروبة وقيم العروبة والإسلام اللي كان بورقيبة يحارب فيهم. من بعد الحركة متاعه تحولت إلى توجه سياسي ولم يستطيع أن يكون حزب، فدخل في الجامعة كطيار. وطبعا في ذلك الوقت يعني حتى السلطة في ذلك الوقت يعني في 75 و76 أغمضت عينيها على ما يحدث في الجامعة، وعطت يعني فرصة لهذا الطيار الإسلامي الخطير جدا على مواجهة ما يسمى المد اليساري في تونس. لكن عندما تفطنت السلطة إلى نوايا هذا الطيار الذي تحول إلى خلايا وتحول إلى حزب غير مصرح به، لأن في ذلك الوقت لم يكن الدستور التونسي يسمح بالأحزاب، وتم تكوين الحزب بطريقة غير شرعية، وحتى أنهم في الأخير قدموا طلب ولكن تم القبض عليهم، وتعرفوا القصة. طبعا أنا نحكي هوني للشباب الصغار اللي مازالوا معناتها ما يعرفوا حد شيء، لأن فترة بن علي أنست الناس شنو هو الإسلام السياسي وشنو هي النهضة وحركة الاتجاه الإسلامي. يعني وقع معناتها نسيان للجرائم التي تمارسها من وقت الاستقلال إلى اليوم من أجل أنها تاقب في وجه أي مشروع تقدمي وحضاري وأي مشروع يمكن أن يجعل من تونس دولة حضارية ودولة متقدمة. عندما تم إلقاء القبض على أكثر من 200 عنصر من حركة الاتجاه الإسلامي عام 81، وتم محاكمة راشد الغنوشي ب 11 سنة سجن، ومحاكمة صالح كركر أيضا بعشر سنوات سجن، ومحاكمة عبد الفتاح مورو ما نعرف ستة ولا سبعة سنوات سجن. أول خيانة قام بها راشد الغنوشي
هو النقاش أو الحوار مع السلطة من أجل إطلاق سراحه. وأنا أتذكر في ذلك الوقت وكنت في زيارة لصالح كركر في سجن المعذور، وهذه الحادثة من هو متتبع للسياسة ويعرف الحركة الإسلامية، وقع انشقاق أو اختلاف كبير في سجن المعذور حول من هم، مع رشد الغنوشي الذي يطالب بالحوار مع السلطة، وبين شق صالح كركر الذي كان يرفض كليا أي حوار مع السلطة. وطبعا دائما دائما وسوف نرى في بقية الفيديو أن عبد الفتاح مورو الذي كتب رسالة من السجن الناظور وسلمها إلى الرئيس لحبيب بورقيبة عن طريق مزالي وقتها من أجل العفو وإطلاق سراحهم، مقابل أنهم ما عادش يدخلوا في السياسة وما عادش يمسوا مبادئ الجمهورية. وتم بالفعل عملية إطلاق سراحهم عام 1983. ماذا حدث؟ أنهم راشد الغنوشي والجماعة نتاعو كذبوا وخانوا وعملوا ما يسمى بثورة الخبز بطريقة غير مباشرة، وقلبوا الرأي العام. وإحنا نعرفوا معناتها ماذا وقع في ثورة الخبز، وعدد القتلى أكثر من 70، والناس الكل تعرف اللي وراء هذه الجريمة هما حركة الاتجاه الإسلامي وراشد الغنوشي شخصيا. بعد ثورة الخبز لم يسكتوا وواصلوا في الخداع والخيانة، وبدأوا يحضرون لإنقلاب 87. أنا سوف لا أدخل في التفاصيل، أما حبيت نأكد على حاجة، إن الخيانة وقلبان الفيستا هي الدوفيز اللي يخدم بها راشد الغنوشي. فين تمشي مصلحته الشخصية فين يمشي هو. عام 87 تفاهم مع حركة النهضة مع الفروع متاعها الكل، ومنهم عبد الفتاح مورو وصالح كركر، على أساس أنهم يقومون بانقلاب على بورقيبة. وبالفعل وقتها عبد الفتاح مورو اللي هو العصا اللي في الوسط وهو معناتها المسؤول عن النقاشات، خرج من تونس وذهب إلى فرنسا ثم ذهب إلى ألمانيا وقابل فرانسوا ميتيران في باريس، ثم ذهب إلى ألمانيا، ثم ذهب إلى السعودية، وبدأ يتحاور من أجل إسقاط بورقيبة، على أساس أن بورقيبة يعتبر عدو للعروبة وعدو للإسلام. ورشد الغنوشي طبعا شنو عمل؟ فعود يواصل مع الجماعة متاعو. هو علاش الانشقاقات اللي وقعت في النهضة؟ السبب متاعها هو رشد الغنوشي. رشد الغنوشي معناتها أنا نذكر صالح كركر كان يقول لي رشد الغنوشي يحب حاجة واحدة، أنه يكون كي بورقيبة، حاجته كان بالكرسي، حاجته كان بسمعته، ينجم يبيع أمه ويبيع أبوه ويبيع بنته ويبيع ولده من أجل السلطة، لأنه كان إنسان غاير من بورقيبة ويكره كره معناتها عميق. شعمل وتصالح كركر كان يقود المظاهرات في حي الخضرة وفي كل مناطق في تونس ويحضر الانقلاب، وأنا معناتها شاركت في الخلية السرية، خاطر الخلايا السرية كما سوف تجدونها في الكتاب متكونة من 5 فروع، والفرع الخامس اللي هو علاقته مع إيران واللي هو معناتها مشرف عليه صالح كركر، والذي أدى إلى ظهور ما يسمى بالجبهة الإسلامية التونسية، والذي أدى من بعد إلى ظهور ما يسمى الحركة الجهادية تاع أبو عياض وجماعة الشريعة ولجان الثورة وكل هذوما الأشخاص اللي موجودين على الساحة التونسية. شعمل خان الجماعة متاعو، باع الجماعة متاعو، وتحالف بالعناصر الأمنية اللي في وسط الجيش والحرس والدولة مع ابن علي من أجل الانقلاب، مقابل ماذا؟ مقابل أنه ينقذ حياته، وتفاهم على أساس أنه يبدل اسم النهضة
معناتها يبدل اسم الاتجاه الإسلامي ما يسمى بالحركة الإسلامية إلى النهضة والعمل السلمي. شنو وقع؟ عاود نفس الشيء خان، وبدا يحضر في روحه بالعناصر الأمنية للانقلاب على بن علي عام 92، ومش لازم نزيد ندخل في التفاصيل. وخان الجماعة متاعه وخرج من تونس ومشى للسودان وبعد مشى لتركيا ومن بعد مشى لفرنسا ومشى لبريطانيا واستقر في بريطانيا، ولكن رشد الغنوشي لم يصل للهدف متاعه. إذا لازم يرجع لتونس وياخذ السلطة. شنو باش يعمل؟ شنو باش يعمل؟ شنو باش يعمل؟ كل الأطراف ما عادش تثق فيه، خاصة السعودية، لأن مسألة علاقة حركة الاتجاه الإسلامي بإيران هذه المشكلة معناتها الكبيرة اللي وقعت. إذا لازم يقدم قربان. شكون يقدم قربان؟ يقدم قربان صالح كركر، ويتم طرده عام 2002 معناتها في ألمانيا اجتماع ولم يعلن عنه، ثم تم طرده عام 2005 بصفة نهائية. من بعدها أصيب صالح كركر ما يسمى بالجلطة وأصبح غير قادر على التحكم في نفسه. وعندما طرد ما يسمى جماعة صالح، تحالف مع كل المعارضة، وتعرفوا اجتماع باريس 2006 على أساس التركيز على هدف واحد، وهو محاربة بن علي وفضح العائلة المالكة والتجاوزات الاقتصادية. وبدأ العمل مع كل ما يسمى بالمعارضة اليسارية الإسلامية العروبية كلها في اتجاه واحد، حتى حانت الفرصة لكي ينقضوا على السلطة. إذا هوني معناتها عاد وقتها مشى بن علي أو خطف بن علي أو هرب بن علي، هذه أمور سوف معناتها يؤكدها التاريخ. المهم أن بن علي مشى ومات في السعودية، معناتها يبقى لنا التاريخ هو اللي سوف يوضح ماذا وقع بالضبط. المهم هي عملية انقلاب كما وقعت على بورقيبة وقعت على بن علي، وعادت النهضة إلى تونس وأعطت وعود لتونس ودعت. طبعا تونس ما يعرفوهاش وانتخبوها، وخاصة اللي معناتها الصغار وكل شيء. شنو وقع؟ إنها بعد لا انتخبوها تحالفت مع أزلام النظام الفاسد والدولة العميقة وعملت اللي تحب عليها هي، وتعرفوا شنو وقع بعد. ووضعت لنا الطرطور المرزوقي، فهمت، الذي معناتها الخداع نتاعها والتقية واستعمال التقية واستعمال الكذب والخداع. معناتها باش نوصلوا للنهاية نتاع القصة، معناتها هذه المسيرة خاصة بعد ما يسمى بالثورة أو الانتفاضة التونسية، كذب النهضة، لأن الشقوق الكل اللي تابعة الاتجاه الإسلامي انشقت، ولم يبقى النهضة الآن تسمى راشد الغنوشي رغم الخلافات اللي موجودة في داخلها، فهمت؟ 2014 كيف كيف وقع، فهمت، وعود وغيرها من الأمور. من بعد شنو؟ تحالفت مع النظام اللي موجود في السلطة من أجل تنقذ روحها. وقت انتهت مشكلة ليبيا ودمرت ليبيا وانتهت مشكلة سوريا، وأصبحت حركة النهضة غير مرغوب بها دوليا، فهمت، أصبحوا تقدميين أكثر من التقدميين. يعني راشد الغنوشي مستعد يقبل كل شيء، المهم أنه ميتحكمش، لأن الحركة الإسلامية السنية قتلت في تونس وانتهت. جات الانتخابات البلدية وعد يا سيدي راشد الغنوشي بالويفي في البلدية. فين الويفي يا راشد الغنوشي؟ توا مليون كذبة تكذبها ومليون خدعة تخدعها. وقتا كنت في الخارج كنت تاخذ في الإعانات لمعاونة عائلة المساجين اللي ما يوصل لهم حتى فرنك، وتحطهم في جيبك، وقتا يتصلوا بيك يقولوا لك فينهم الفلوس فينهم الإعانات، شنو تقول لهم؟ أنا أرسلت لكم الدولة حجزتها. هذا التاريخ يثبتوا، الواقع يثبتوا، الأرشيف يثبتوا. إذن توافين وصلنا في الانتخابات الرئاسية، ونجح قيس سعيد، وهذا معناتها موضوع آخر باش نحكيو عليه.
أصبح يا سيدي راشد الغنوشي والنهضة يدافعون على الثورة ومع الشعب مع اختيار الشعب، لأن ليس لهم خيار، ليس لهم ولا خيار إلا أن يتحالفون دائما مع القوي مهما كان. لو طلعوا الشيوعيين لأصبحوا شيوعيين ومتحالفين مع الشيوعيين، لو طلعوا العروبيين لأصبحوا مثلهم، لأن راشد الغنوشي الهدف متاعه هو شخصه فقط فقط فقط. لهذا أنا قلت قدش من مرة، من 2011 قلت إن خليوهم مادام ما عندهمش تجربة يمسكوا الحكم. الحكم راهو ماهوش سهل، وتسيير البلاد ماهيش سهل، لكن هما ما حبوش يمسكوا الحكم بطريقة مباشرة لكي ينجموا يسلوا رواحهم في أي فرصة. هذه معناتها مسألة مهمة. لكن رغم ذلك من حسن الحظ أن خلال 8 سنوات هذه عرفنا أيضا ما يسمى بالدولة العميقة، والفساد الكل اللي كانوا في عهد بورقيبة وكانوا في عهد بن علي خاصة، واللي تعاملوا مع النهضة من أجل مصالحهم، وهي غطت عليهم معناتها سرقتهم وخداعهم، وهما غطوا عليها إجرامها وتدميرها لتونس. أنا نشوف أن الوضع الآن ما يسمى صعود قيس سعيد هي معناتها موضوع آخر وفيديو آخر، هذا موضوع معناتها طويل جدا. هذا المحافظ فهمت هو كشخص أنا ميهمنيش، أعطيني الأفكار اللي يدعو إليها التي سوف تبين. أنا ماذا بيا معناتها شخصيا وقلتها في أول صعود، أن ماذا بيا يوصل يا سيدي قيس سعيد، أعطيوهم السلطة، أعطيوا السلطة للإسلاميين والعربيين ويورونا شنو نعملوا، وتتحول كل الأطراف التقدمية والأطراف ما يسمى الحضارية اللي تؤمن بالحضارة وبحقوق الإنسان للمعارضة، وخليهم يشوفوا فين يوصلوا البلاد. لأن لو طلعوا عندهم خيارين، يا أما يطبقوا الأفكار متاعهم الرجعية المتخلفة، والشعب التونسي يفهم هذوما الأشخاص ما يحبولهمش الخير متاعهم، راه مش على خاطرك أنت وطني يعني عندك برنامج باهي للبلاد. لا يكفي الوطنية وحدها، كما لا يكفي البرنامج وحده، زاد ما تكون عندك برنامج طيارة للآخر ولكن أنت ماكش وطني باش تبيع البلاد. إذا حان الوقت لكي نتخلص من كل هؤلاء ما يسمى بالإسلام السياسي، وبكل هذه الأحزاب التقدمية زعمة والمودرن وكل شيء، وخليهم يوصلوا هذوما المحافظين الرجعيين يوصلوا للسلطة بالرئاسة بقيس سعيد وببرلمان متكون من لجان شعبية وغيرهم من الأحزاب اللي معناتها مواليته، خلينا نشوفوا فين باش يوصلوا البلاد. يا اما باش يوصلوا البلاد للحضيض، يا اما باش يطلعوا كذابه مثلهم مثل النهضه، والنهضه تحالفت معاهم لان يخدموا مصالحها وباش يتخباو تحت جناحها. هذا ما عندي منقول في هذه الفيديو، وشكرا على المتابعه وشكرا على التوزيع، وبسلامه. ومع فيديو اخر باش نحكيو على معناتها شنو هو هذا قيس سعيد. Thank you.